animals. صورة تثير العواطف أنقذت حياة زوجا من الكلاب. كان كل من الكلبان كالا وكيرا يعانيان الأمرين في إحدى الملاجئ للحيوانات في أتلانتا، حيث لم يكن من سبيل أمامهم سوى انتظار الموت في القفص، إلى أن انتشرت صورة على الإنترنت تخبر الناس بقصتهم. تقوم ملاجئ الحيوانات في أمريكا بالخط الرحيل لحوالي 1.5 مليون كلبا سنويا. بكل الأحوال قررت السيدة أنجيلا أمونغ التي تعمل في إنقاذ الحيوانات أن تلتقط هذه الصورة اللطيفة للكلبان اللذان كانا على وشك الموت ونشرتها على الإنترنت لعل محسنا ما يبادر وينقذ الكلبان. بعد ساعتين وستة دقائق لنشر الصورة تبرع أحد محبي الكلاب وتبنى الكلبان منقذا إياهم من مصيرهم الأسود. كما وأرفقت أمونغ بالصورة عبارة قالت لي الكلاب لا بأس مهما حدث يجب أن نكون شجعان فكوني شجاعة دائما. يا لها من عبارة محركة للعواطف. بكل الأحوال يعمل رب أسرة الكلب الجديدة كطبيب بيطري فيا لحسن حظهم. لكن ماذا سنفعل بخصوص 1.5 مليون كلب الآخرين؟ أفيدونا بآرائكم. دام عزكم يا أكارم.